هدفنا ان شاء الله في الكورس ده ان احنا نجمع اكبر كميه من المعلومات باسهل طريقه للفهم وتبسيط المعلومات. النهارده ان شاء الله هنكريت لاول فيرتشوال ماشين عندنا ونشتغل عليها زيها زي اي جهاز في البيت او في المكتب. الديسك ده باي ديفولت بتدخل تلقاه بالفيرتشوال ماشين بتاعتك، وده عباره عن تمبرري او حاجه مؤقته. السايز دي لازم تفهمها كويس جدا قبل ما تعمل كرييت للفيرتشوال ماشين، علشان وانت بتكرييت للفيرتشوال ماشين ديت مايكروسوفت ايجور هيسالك ويقول لك الفيرتشوال ماشين ديت هتخليها لك في انهي سايز. دلوقتي ان شاء الله هندخل على البورتال بتاعتنا وهنكرييت لاول فيرتشوال ماشين مايكروسوفت ايجور، ما بتقبلش اي مسافات بين الكلام. طب الزون كلها لو وقعت ايه الحل؟ قال الحل ببساطه شديده جدا، قبل ما هعمل الكرييت للزون لازم افهم حاجتين مهمين جدا جدا جدا. خلي بالك انه في هنا تول فيرتشوال ماشين،